السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف طريقة سهلة جدا ان انت تكتب مقالات من خلال الذكاء الاصطناعي. طيب يعني بكل بساطة وليكن مثلا هنكتب مقال عن ايجيبت، خليها بالانجليزي، ايجيبت از ماي واحطها هنا واقول له ايه رايت فور مي. ويديك بقى اقتراحات لمقالات ممكن تكتبها، وليكن دي مثلا. فشايف انت كتبت مثلا اول 3 سطور وهو بقى ايه بدأ يرغي مع نفسه. طول ما انت بتكتب هو بيزود من عنده. تمام، وممكن تاخد كذا فقرة مش لازم واحدة بس. تمام، يعني كل الكلام ده كتبناه بس من حكاية ايه ان انا مصري وابويا مصري وهو بقى ايه يرغي بقى زي ما هو عايز. فده بيفيدك ان انت تلاقي حاجات وبتختار، يعني مش لازم تحط كل دول. تمام، لا ممكن تختار. هو بيقعد يألف لك، يعني ممكن انت الابداع عندك واقف او بتكتب قصة كذا فهو يبدأ ايه يألف من عنده. مثلا ان لاست سمر مش بيدور على النت، هو بيألف بيستفاد من الكلام اللي فوق والكلام اللي تحت والكلام اللي في الوسط. تمام اهو، يعني يعني قلت له انا بس تمام ما قلتوش ايجيبت خالص وهو راح كاتب ايجيبت من عنده. فده بيبقى مفيد ان انت يعني الابداع واقف عندك فهو بيساعدك شويه. هايبر رايت right.